يا طيب بسرعة معانا إعلانات. وايد ابوي. ها؟ زين. افضل روسك. يو. روسي. ها؟ طلبتك. أبا عطر. أو يا بقول لك أخاف من كلمة. بس لكن أنت تمام، أنت تمام علي الحمد لله، جزاك الله خير. تبع عطر؟ عطر. سكر بقى. روح. بشيل لك عطر. رواية حال ظفار. يا ظفار رواية حال ظفار. وفي مسجد. ني. هني قريب روايح ظفار جاهز جاهزين استلموا خليفه. اه اليوم ايش اليوم؟ اليوم تعبتنا. ايش اليوم؟ اليوم عرفناه. اليوم للبخور والعطور فرعهم اللي في الخوض التجاري عند بنك ظفار ومقابل هالمحلات اجمل وبيتزا هت، عندهم تخفيضات من 20 إلى 60%. يا صديق عنده 20% إلى 60. ها وفي كل أفرعه. تمام قلي. في كل أفرعه. تعالوا. وهذا محلهم. استعدوا الآن بنخبركم الخصومات الموجودة في محل اليوم للبخور والعطور. ها في كل أفرعهم وليس في فرع الخوض بس، الحقوا على الخصم. أول حاجة هذا المحل محل عماني ظفاري، روايح عمانية ظفارية، شركة عمانية 100%. عندهم أفرع في الخوض وفي العامرات، وعندهم 3 أفرع في صلالة، 2 في الجاردنز، 1 في أسواق صلالة، وواحد في الوسط عند الممر عند القهاوي بتعرفونه هل صلالة تروحون هناك. وأيضا عندهم في جاليري صلالة جاليري، روحوا له. عطورات 50 ملي، اسمعوا ها 50 ملي، والثبات عندك يوم كامل إلى يومين ما تسأل، شمت شداشتك بس خش وشمها. الواحد ب15 انسى السعر هذا، الحين الواحد ب8 ريال فقط، وإذا خضيت 3 على 20 ريال، وانت بكيفك والرواية عندك. وهج وأمارلس والسمو ركزوا عليهم، أعطوني رأيكم. شين 75 ملي بالبوكسات الراقية هذول، أنا بخبركم إيش اللي عجبني أول. هذول يا حبيبي كان سعرهم 34، انسى الحين 60% خصم 13 ريال و600 الواحد. يا حبيبي ليل عينك على سدن، انا ما بقول، انا بس اخبركم اقولك عينك يعني انت عاد كيفك، وعينك على مختلف فعلا. هالعطر مختلف ب 13 ريال و600، حتى طريقة العطر شكله يا ليل يا ليل. انا محتار بين اثنين، بين سدن ومختلف، بناخذ رأي خليفة. خليفة هذا سودان وهذا مختلف. مع سودان سودان ولا مع مختلف، انتوا تعالوا لكم. هذول شوي الروايح الفخمة من 75 ملي، من 34 الحين ب 17 ريال، عندك 1 2 3 4 5 6، تعال شوف الروايح اللي تعجبك. هذا بخريف صلالة انباع منه كثير نجد، وهل السعودية طاحوا في طيحة؟ تعالوا وجربوا. يا الله يا الله يا الاصدار الجديد. اسمح لي انا ذاك ما بشله، بغير عادي عادي عادي. شايفين الطلة اول الصبح بيقول لك في طلة، تعال استلم. خطير 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 بمعنى الكلمة. نزلوا الوابل عطر جديد والطل والغدق والودق. ايش هذا والعطورات؟ ركز هنا. انا طبعا كلهم حلوين، مخيلنا اقول لك ركز هنا في الطل، من 39 ب 21 ريال شيل. امنتك الله ليوم الدين. نعم. امنتك الله ليوم الدين والله. ثم والله هذا العطر يفوز 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 يفوز، يعني تروح صلاه جمعه تروح المسجد يعني ما تحس فوحان فوحان، وما يسوي مثلا ايش المصلين ازعاج، تحس براحه. عطورات الميالس العود مجان والباشا، الواحد ب15 والاثنين ب23. احسن واحد رقم 4، وكلهم ما عليهم زود. الحبه بكم؟ ب7. والكم ثلاثة؟ ب3 و18. يعني بدل لا تشتري وحده ب7 خذ 3 ب18 ريال وسمعني يا بلاش. فريش على فواكه على شغل جديد. H09 هذا نزل جديد ب9 ريال، هذا ما عليه خصم. سبراي من 15 إلى 9 للشعر والجسم. عود الدهن البورمي خطير، حال الهدايا حال كل شيء،
من 15 الحين بكم؟ 6 ريال. ب6 ريالات فقط تعال شم ريحة. والعود الشيوخي اسود ناصع من كم لكم؟ من 20 الى 12 ريال. والمخمريات على 3 ريال شعر وجسم. على البخور، بخور الهدايا وبخور البيت هذول الحبة ب5، ولو بغيت تاخذ ثنتين الثانية تاخذها بنص قيمة الخمسة. الثانية البخورات الأفخم زهرة عمان والعنبرية وأشواق، الحبة ب10 والثانية أيضا بنص القيمة، يعني لو خضيت ثنتين تدفع 15. الباشا وعود صدفة والأماكن، أنا من محبين الباشا، الباشا 35 وتاخذ الثاني بنصف القيمة. عود صدفة والأماكن من أكثر المبيعا على 25 ريال. يا ريحة باردة هذا خطير وهذا خطير وهذا الحكي واقف عنه. تبخرنا في الأخير وشوية على العطر اللي حبيت الطل. يلا الباشا والطل اضربهم على بعضهم البعض وخلوا المسيد. بغيت عطرين مع بخور ب22 ريال، بغيت هني 4 عطور على 27، وعندكم هذا بكم هذا؟ ثلاث عطور ب20. الأدهان عندكم البوكسات الفخمة، إيش البوكس اللي تباه تعال وأسعار على كيف كيفك. أعطيكم أرقام التواصل، التوصيل لعمان ودول الخليج، والحق لا تلحق كيفك. أنا ما أقول لك تعال اشتر غصب عنك، أقول لك وانت مار شم ريحة، عندك العمرات، عندك الخوض، عندك صلالة 3 أفرع، شم ريحة عيبك اشتري، ما عيبك قول بخير إعلانك ما منه فايدة، ولكن يوم بتيني تعرف أن شغل 100 100.